مشكلة في البيت، الناس اللي عايزه منك فلوس ما بتسيبكش كده كده، لازم هيعدوا عليك ويقولوا لك احنا عايزين الفلوس. طب يا جماعه احنا عندنا مشكله، عندنا ظروف، ما حدش له دعوه بالكلام ده. في اجتماعات دلوقتي مع صندوق النقد، وفي اخبار انه مصر عايزه ترفع القرض اللي هي اللي لسه بتتفاوض عليه يعني، او لسه بتحاول تاخده، اللي هو كان 3 مليار مصر عايزه ترفعه يبقى 5 مليار لظروف كثيره. هل صندوق النقد هيرفع القرض من 3 ل 5؟ الغريب في الامر ان رئيسه الصندوق امبارح قالت كلام كويس عن مصر، رغم انها لسه كانت من 10 ايام كانت عندها مشكله مع مصر، انما امبارح رئيسه الصندوق قالت مصر ماشيه في الطريق السليم، مصر تقدر تعدي، يعني قالت كلام جيد. معنا الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، مساء الخير استاذ عمرو، وتحياتي لحضرتك. ايه حكايه ال 3 مليار يبقوا 5 مليار؟ احنا شفنا الاخبار دي موجوده في بلومبرج، وايه الكلام بتاع رئيسه الصندوق، وايه اللي بيحصل في الاجتماعات المصريه الان اللي معموله مع الصندوق؟ اسمح لي اولا اقدم التعازي والدعم والتأييد لاهالينا في الاراضي المحتله، وكل التقدير للموقف المصري الرسمي والشعبي ومواقف سائر الشعوب الحره. بالنسبه للاجتماعات وما يحدث فيها، يعني ما هو مذاع ومعلن ان هناك نوع من انواع التفاهم حول يعني زياره قريبه تعوض فيها الزيارات المؤجله او المراجعتين المؤجلتين، يتم تعويضهما بشكل يعني عاجل، ربما في بعض التقديرات في اخر هذا الشهر، ولو اني استبعد، لكن اعتقد انه من المحتمل جدا انه في وقت قريب يكون في يعني الدفعتين المتاخرتين اللي هم حوالي 700 مليون دولار الا شويه يدخلوا مصر. بالنسبة لمسألة الخمسة مليار أو الصعود من الثلاثة لخمسة، أعتقد أن الكلام ده ورد منسوبا إلى يعني من بلومبرج، منسوبا إلى بعض المصادر، ولم تسمى هذه المصادر، لكن لم تذكر أبدا في أي اجتماع رسمي. شخصيا لم أسمعها في أي اجتماع رسمي، ولم تصدر على لسان حتى وزير المالية بشكل رسمي، لكن سمعته بيتكلم على يعني تحسين الشروط الخاصة بالدول النامية في الصندوق، مسألة المساهمات أو المشاركة بتاعة الدول النامية اللي بتحدد وبتعمل limitations أو تقييد لقدرتها على الوصول للتسهيلات، علما بان احنا طبعا واصلين ما شاء الله تسهيلات كويسه جدا من الصندوق، يعني احنا ثاني دوله مدين، احنا نمره اثنين بعد الارجنتين مباشره، عندنا مديونيه بحوالي 22 مليار دولار، بيزيد علينا الارجنتين ضعفهم تقريبا في الارجنتين، وبعدين تيجي اوكرانيا. طيب المفهوم ان هم عشان يجوا يقعدوا معانا لازم تكون انت عملت الاشياء اللي هم طالبينها، اللي هي مرونة سعر الصرف، ان الدولة تتخرج من الشركات، انك تكون بعت بعض الاشياء، ان انت تكون رفعت الدعم عن حاجات، كل ده هل نقدر ان احنا نخلص هذه الامور قبل ما هم يجوا يقعدوا معانا؟ تقديري طبعا، هو طبعا حضرتك لو قلت لهم تعالوا النهارده هيجوا، يعني هم اللي مستنين الدعوه، لكن هيجوا مش هيلاقوا تقدم في هذه الملفات كما اشرت حضرتك، لكن اعتقد ان لو حصل شيء من التفاهم على ارجاء بعض الخطوات الى ما بعد الانتخابات الرئاسيه، نتيجه مش هنقول طبعا عشان الانتخابات الرئاسيه ولا عشان الاثر السياسي للقرارات، لكن هيبقى السبب ببساطه شديده ان كتير جدا من الاجتماعات اللي ممكن تدبرها مع المختصين مش هيبقى الوقت مناسب لعقدها بسبب ظروف الانتخابات، وبالتالي هنبتدي نصدر قدر من التعهدات، يبقى في زياره على مستوى الخبراء يشوفوا بعض التقدم اللي حصل في مساله بيع الاصول، واتمنى ان في يعني يبقى تقدم حتى في شهر 10، لان المفروض هو وزير الماليه قال احنا معانا 35 شركه، يعني ال 35 شركه دي معانا على طول يعني. هم معانا بقالهم كتير، بس احنا يعني النجاح الحقيقه اللي اتبسط منه الصندوق قبل كده اللي هو كان بنهايه يونيو الماضي، لما حققت ايرادات ب 1.9 ما يساوي 1.9 مليار دولار، وتعهدت بان انت يعني قبل اخر العام هيكون عندك مليار اخر يعني اخرى على الاقل،
واحنا بنتكلم على حوالي 5 مليار ممكن تيجي في حوالي 6 شهور وفقا برضو للكلام اللي تردد في اكتر من قناه. مساله الفلوس دي مهمه ليه؟ لانها مهمه انها تخش قبل عمليه التحريك لسعر الصرف، عشان احنا اتفقنا قبل كده ان اي حركه لسعر الصرف في غيبه السيوله الدولاريه. ليه هو هيبقى في تحريك لسعر الصرف؟ بالتاكيد، يعني هو اصل المنطق بيقول كده، يعني انت ما زال عندك الا لو حصلت المعجزه وقدرت ان انت تنهي الفجوه بين سعري السوق السوداء والسوق الرسمي، ودي مش هتحصل الا بنجاحات كثيره جدا، اهمها نجاح في مساله الضبط المالي، انضباط المال، يعني هتقل كتير جدا فاتوره الاستيراد بتاعتك. حضرتك بتستورد عندك التزامات من الاستيراد بحوالي يعني 9 مليار كل شهر. وعندك فوقيهم يعني احنا هنقول 9 مليار على اساس ان احنا بنتكلم على فاتوره استيراد اجماليه بتوصل، او يعني هي اقل شويه من 9 لانها بتوصل 8 مليار. وعندك 2 مليار بيدفعوا في ديون. لكن المطمئن ان انت من 2016 وحتى 22 قدرت ان انت تسدد التزامات تصل الى 92 مليار دولار. ده رقم كبير جدا، ده رقم بتقوم عليه دول وبتنزل بيه. خلينا ننزل شويه.